الباركور اللي هي فن الحركة والانتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة باستخدام القدرات البدنية والقوة الجسدية. الرياضة هذه طبعا كان مولدها في فرنسا على يد اللاعب ديفيد بيل، وهو مؤسس الرياضة هذه. احنا طبعا تعرفنا على الرياضة هذه عن طريق اللي هو مشاهدة أفلام عبر الإنترنت والتلفزيون خاصة بالرياضة هذه. طبعا الأفلام هذه كانت أعطتنا فكرة صغيرة عن الرياضة هذه، فبدأنا ندور عن طريق الإنترنت عن فيديوهات ويعني فيديو تعليم للرياضة هذه على أساس نتعلمها. كناش ملاقيين لا مدربين ولا أماكن خاصة لتدريب الرياضة هذه، فطبعا لجأنا اللي هو لمناطق اللي هو الكثبان الرملية ومنطقة المقابر، لأنه هذه المناطق مناسبة كثير للرياضة هذه. وطبعا بدأنا نتدرب، وشوي شوي لما يعني بدأنا نطور في أنفسنا ونعمل فيديو كليبات ونعرضها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وطبعا الناس صارت تعرفنا كثير ومستوانا تطور الحمد لله، ووصلنا ل يعني مكانة كويسة كثير. في بعض الناس بتشجعنا للشهادة، لأنه الرياضة هذه يعني في المنظر الجمال بتاعها يقضي حلو كثير، ويعني الناس بتشوفها بتعجب فينا كثير، وقدرنا نوصل لبعض الناس ان الرياضه هذه يعني كثير كثير مميزه، وفي ناس بتشوفنا بتنبسط علينا بتحب يعني تتدرب معنا دائما، واحنا كمان يعني بندرب يعني اطفال على الرياضه هذه، وكثير كثير يعني اشبال يعني صاروا يعني محترفين، واكيد تدرب على برضه علينا انا ومحمد الكبير. الاهل في البدايه كانوا بيعارضوا على هذه الرياضه لانها رياضه خطيره شويه، ويعني لازم يتوفر لها امكانيات كويسه عشان اللاعب ما يتعرضش لاصابات، يعني اصابات كسر فك العلبه في اسناني، مفصل في الاجره في الاربطه، وكثير يعني اصابات، لانه هذه الاصابات بتصير يعني من قتل الامكانيات، يعني ما فيش اماكن يعني الناس تطفينا اياها انه احنا نضرب على اماكن الاجهزه هذه، انه اي شيء يواجهنا مثل اصابات او كسر ما نقفش فيها وضلنا ماشيين فيها، وكثير يعني كان اصابات، بس الحمد لله يعني مش حد بيقدر يمنعنا عن الشهاده. طموحاتنا احنا زي فريق يعني ممارسه الباركور، يعني احنا ننشر اللعبه ونكون احنا يعني مميزين ونخش ببطولات، نشارك في بطولات في ريد بول في اخطر البطولات بتصير تراها ريد بول. طبعا مش الحصار اول شيء، يعني من تأثير علينا كان إيش أول شيء صعب، بس إحنا الحمد لله يعني بإمكانياتنا وقدراتنا إحنا ووصلنا من المشوار، يعني قدرنا نواصل ونأسش في الإشهاد، بالعكس بدينا عزيمة اللي قدام إنه إحنا نتدرب ونسعى ونوصل للعالم إنه إحنا فريق غزة باركور، هنوصل المشوار هنشارك ونسفى على فلسطين برضه.